جورج كوسي والعرضية عالية فوق فرنانداو خطيرة جدا. طلال الكركوري نشأت قد يصوب يراوغ يا لعيب يا كبير يا ولد يا ولد الله عليك الله عليك تسلم رجليك يا جماله يا جماله يستحقها بشماله حطها له. إذن تسجيل بأقدام عراقية والمرتين بالقدم اليسرى قصي منير يتقدم للملك بينما الفهود يعود من بوابة وأقدام النجم نشأت أكرم. موسيقار الغرب يعيد للفهود اللقاء إلى نقطة التعادل. ضربة رأس فرنانداو طلال كركوري والتشتيت مروغة جميلة كلها ثقة واقتدار من أحسن لاعب محترف في السعودية من 6 سنوات. كان لاعبا كبيرا في النصر السعودي، كان لاعبا موهوبا في نادي الشباب، تألق وأبدع في الزوراء.